إذا عدنا حديث القاهرة، تطورات على صعيد القضية الفلسطينية والأحداث في فلسطين مريرة ومرة ومعتادة على فكرة، وتبدو كأن يعني مسرحية تعاد وفيلما يكرر، وإن احنا أيضا كعرب وكردود أفعال يبدو الأمر وكأننا في حالة من حالات الإملال، يعني بنكرر حتى ردود فعلنا. الحكومة نتنياهو الأخيرة هي حكومة متطرفة، يعني ناس مقبوض عليها باعتبارهم إرهابيين سابقين أصبحوا الآن وزراء ووزراء متمكنين في مفاصل الحكومة الإسرائيلية. دعك من أن أحد الأسباب الكبيرة لصعودهم هو تفتت الأحزاب العربية وانقسامها في فلسطين، لكن عموما الانقسام والتفتت العربي أصبح يعني أمرا مفهوما باعتباره جين عربي، حاجة في هرموناتنا وجيناتنا حتى في القضية الفلسطينية ذاتها، حيث تنقسم يعني الأرض المحتلة ما بين فتح وما بين أو ما بين وزارة التحرير الفلسطينية وما بين حماس، وهذا التنازع والتمزق يبدو أنه قصة حياة العرب وقصة حياة القضية الفلسطينية تحديدا. لكن الوضع هذه المرة يبدو كأنه مفتوح على لهب جديد أكثر احتمالا، يعني خصوصا لما أحد الوزراء المتطرفين بن غفير يستبيح لنفسه التجول في المسجد الأقصى وسط إدانات الدنيا حتى وصلت إلى مجلس الأمن. لكن ما الذي يمكن أن يقول لنا هذا المشهد أو ينبئنا به هذا المشهد؟ خلينا نروح إلى كاتبنا الصحفي الكبير والمحلل السياسي الأستاذ بشير عبد الفتاح. أهلا بك أستاذ بشير، منورنا. هل أستاذ بشير سامعني يا جماعة؟ أستاذ بشير هل تسمعني؟ طيب، عموما مرة أخرى وإحنا بنتكلم عن القضية الفلسطينية يعني لا يمكن أن نمنع أنفسنا من المرارة. مرارة إنه فلسطين كانت دولة لغاية سنة 47، تحولت إلى وعد بأنها تبقى دولة تحولت إلى وعد، انه بتدور بقى وعد من الامم المتحده، وعد من مش عارف مين، بانه فلسطين تصبح دوله. بينما اسرائيل نفسها كانت وعد سنه 17، بعد 30 سنه بقت دوله. واحنا اللي كان معانا الدوله راحت وضاعت وخد مكانها وعد. دي من المفارقات العربيه اللي تستدعي ايضا واحنا بننظف جروحنا ننتبه لها. يعني خليني اعود الى كاتبنا الكبير الاستاذ بشير عبد الفتاح المحلل السياسي. اهلا بك استاذ بشير، ما الذي يمكن ان يطرحه مجلس الامن او يقدمه حين اللجوء اليه لانتهاك مسجد الاقصى بعد كل هذه الانتهاكات ومع كل هذا الصمت؟ تحيه لحضرتك استاذ ابراهيم ولمشاهديك الكرام، وكل عام والجميع بخير. وانت بخير يا استاذ بشير. للأسف الشديد يا أستاذ إبراهيم، الأمم المتحدة استخدمت وظيفيا من قبل إسرائيل وداعميها منذ إنشاء هذا الكيان للحصول على الاعتراف الدولي بهذا الكيان الوليد وفقط، ثم توفير الحماية السياسية والحصانات المطلوبة لإسرائيل. لكن حينما بدأ الفلسطينيون يتحركون سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا لتسجيل نقاط تقربهم من تحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية أو استعادة الحق المغتصب، أصبحت الأمم المتحدة بلا جدوى أو عديمة الفعالية، إما بسبب استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة والدول الداعمة لإسرائيل دائمة العضوية في مجلس الأمن، أو لغياب الآلية التنفيذية للقرارات الأممية التي من شأنها أن تضمن استعادة الحقوق الفلسطينية، سواء كان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة زي القرار 194 الخاص باللاجئين وعودة اللاجئين والتعويض على سبيل المثال، أو غيره من القرارات. وبالتالي تحولت كل القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية، وهي للأسف غالبيتها من الفصل السادس وليس الفصل السابع الملزم، أصبحت مجرد أوراق في ملف القضية الفلسطينية داعمة للحق الفلسطيني
تعكس انتصارا سياسيا ودعما دبلوماسيا، لكنها لا يمكن أن تترجم إلى آلية تنفيذية لاستعادة الحق الفلسطيني المغتصب. بجملة واحدة إجابة على سؤال حضرتك، مجلس الأمن يمكن أن يقدم دعما سياسيا اعترافا بالحق الفلسطيني، لكن لا يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك، بدليل أن إسرائيل تقلل من شأن كل هذه الفتاوى أو القرارات أو المواقف، بل إنها بلغ بها الأمر أن تتهم الأمم المتحدة بأنها مسيسة وعنصرية ومناهضة للصهيونية. عظيم. أمام بقى الاستقواء الإسرائيلي ده على مدى سنين طويلة، ما الذي يمكن أن يطرحه العرب من جديد بعد حال يعني إدمان مجلس الأمن وإدمان قرارات مجلس الأمن التي لا تنفذ، التي لا تعتبر، التي أيضا أصبحت إسرائيل في محل تهكم ورفض لها أصلا واستخفاف بيها؟ المأزق العربي ده كيف يمكن الخروج منه؟ يعني نضيف إلى ما سبق أستاذ إبراهيم وهو مقدمة للإجابة على سؤال حضرتك الثاني، أن إسرائيل تحرص على إبعاد القضية الفلسطينية عن الأمم المتحدة والقانون الدولي. يعني هي دائما تقول إذا ما أردتم تسوية لهذه القضية فتنحوا جانبا، ونحوا جانبا القانون الدولي والأمم المتحدة والقرارات الأممية، وتخلوا عن المرجعيات المتعارف عليها في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي بما فيها القرارات الأممية ذات الصلة، ودعونا نتفاوض. وطبعا المفاوضات تمضي في طرف الطرف الأقوى الذي هو إسرائيل، وبالتالي إسرائيل لا تريد أن تكون الأمم المتحدة هي ساحة النزال فيما يخص القضية الفلسطينية. موقف العرب وما يمكن أن يفعله العرب الآن، هناك ورقة يمكن أن تستثمر بشكل ما للضغط على إسرائيل، لأن الطرف الوحيد القادر على ممارسة الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، وهي ليست راغبة ولا قادرة أن تمارس هذا الدور، وبالتالي على العرب أن يستخدموا ورقة. وهل احنا بنبالغ برضه أستاذ بشير في قدرة أمريكا على الضغط؟ احنا بايدن مع كل يعني علاقاته السيئة مع نتنياهو، أوباما في العلاقة المتوترة بشدة مع نتنياهو لم يستطع أن يفرض عليه أي شيء على الإطلاق، وفي الفترة المصالحة الترامبية الشهيرة دي أو يعني الفترة الترامبية الخاصة بنتنياهو، فعل نتنياهو ما يفعله طيلة الوقت بحرية شديدة دون أن ينازعه فيه أحد. يعني برغم أن إسرائيل شبت عن الطوق وأصبحت تتحدى الولايات المتحدة في بعض الأحيان، إلا أنها لا تستطيع حتى الآن الاستغناء عن المظلة الأمريكية. مظلة أمريكية تتمثل في دعم عسكري، في تقديم التكنولوجيا المتطورة، في توفير الحماية والغطاء السياسي. صحيح أستاذ بشير، بس يعني الواحدة بنتكلم دلوقتي في بيانات من يهود أمريكا ومنظمات يهودية أمريكية بتدين نتنياهو وحكومة التطرف الإسرائيلية، وبتتهمها بأنها بتضيع إسرائيل وتسقط ديمقراطيتها، ومع ذلك مدى تأثير ده على صناعة القرار الإسرائيلي؟ صفر. لأن ما تفضلت به يا أستاذ إبراهيم يأتي من قبل الرأي العام أو منظمات المجتمع المدني أو من هو غير ذي صفة في صناعة القرار الأمريكي. للأسف الدوائر الفاعلة والمؤثرة داخل أروقة صنع السياسة الخارجية الأمريكية قد لا تتفق مع هذا الطرح. ينتقدون نعم، يرون مبالغة في السلوك الإسرائيلي عجرفة، لكن حتى هذه اللحظة هناك تلاقي وتقاطع واضح في المصالح الأمريكية والإسرائيلية لجهة استبقاء الوضع على ما هو عليه. أستاذ بشير، وكأننا عدنا مرة أخرى لمقولة رئيس السادات الشهيرة 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا، وكأنه يعني قدرتنا على إنجاز أي حل بأي شكل في القضية الفلسطينية مرهون بال 99% بتاعت أمريكا حتى الآن بعد العمر ده كله. هي لم تعد 99% يا أستاذ إبراهيم، يعني كانت فيما مضى وبعد فض الاشتباك ربما كانت 99%، الآن ربما تخلصت إلى مثلا 60% أو قد يعني نحتاج إلى دراسة هذه النسبة بالضبط تصل إلى كام، لكن في نهاية المطاف لا زال الولايات المتحدة تأثير كونها الدولة الوحيدة القادرة على حمل إسرائيل على اتخاذ. صحيح، بس يعني حضرتك بتقولي أنه القدرة الهائلة الكبيرة اللي كان يعني مقدمة لينا من سنوات تقلصت، النسب بقى ده موضوع تاني،
إنما ليست بذات السطوة على طريقة الحل دي. نعم، لأنه أوضاع كتير تغيرت وتبدلت، أبرزها على سبيل المثال أن لم تعد هناك دولة واحدة صحيح أنها الدولة المركزية في السلم والحرب وهي مصر التي ترتبط بعلاقات طبيعية مع إسرائيل، وإنما تشعب الوضع وتعدد وأصبحت هناك دول عربية أخرى تسير على ذات الدرب. من هنا تأتي ورقة استثمار فكرة التطبيع، لأن إسرائيل لديها نهم لتوسيع دائرة التطبيع، حتى نتنياهو رغم أنها الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل والأكثر تطرفا التي جاءت لتصفية القضية الفلسطينية تماما، إلا أنه لا زال يعول ويراهن على فكرة توسيع دائرة التطبيع. أحسنت دولة الإمارات صنعا حينما ألغت أو أرجأت إلى أجل غير مسمى زيارة نتنياهو التي كانت مرتقبة، ومما بعث برسالة إلى أنه لا زال العرب قادرون على ممارسة لا زال العرب قادرين على ممارسة الضغط على إسرائيل بطريقة أو بأخرى. شريطة أن يكون هناك موقف عربي موحد وواضح فيما يخص مسألة التطبيع، أن نرهن الاستمرار والمضي قدما في مسألة التطبيع مع إسرائيل وما يترتب عليه من مشاريع وتعاون اقتصادي وأشياء من هذا القبيل، على خطوات عملية تتخذها إسرائيل فيما يخص حل الدولتين، أو على الأقل مبادرة السلام العربية. صحيح أنها لم تكن تلبي كل المطالب العربية والفلسطينية، لكن على الأقل أن نتوقف لالتقاط الأنفاس وقفة تعبوية بلغة القوات المسلحة، حتى على الأقل نلجم تطلعات هذه الحكومة المتطرفة والموغلة في التطرف. البعض بيذهب إلى أنه ما فيش فروق بين الحكومات في إسرائيل وكلهم بنفس السياسة وكلها حكومات صهيونية، وأنه الليكود زي غير الليكود، ويائير لبيد زي نتنياهو، والفروق محدودة وما إلى ذلك. لكن الحقيقة لما بتيجي حكومة متطرفة زي اللي احنا شايفينها، لا يعني في فترات الاستيطان الكبيرة والشديدة، في فترات تقليص الأرض حتى اللي هي 22% ممن بقي في فلسطين، أتصور أن التطرف يعني يؤثر، مش يعني لا يمكن أن احنا نقول أنه الطرفين زي بعض. يعني أتفق مع حضرتك إلى حد كبير يا أستاذ إبراهيم، أنه هناك قاسم مشترك ما بين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لأن هناك استراتيجية تحكم تعامل الإسرائيليين مع العرب عموما ومع القضية الفلسطينية تحديدا. الآن نحن انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من مراحل إدارة الصراع العربي الإسرائيلي. كان في البداية اختلاق الصراع بعد إنشاء الدولة الإسرائيلية، ثم إدارة الصراع بعد ذلك، ثم تصفية الصراع. ولا توجد مرحلة لتسوية الصراع، وإنما اختلاق، إدارة، ثم تصفية. تصفية على أي أساس؟ أنه كل القضايا الخلافية يتم طيها ويتم استبدالها بالدخول في مشاريع تعاون من دون الوقوف عند الخلافات السياسية. فيما يخص القضية الفلسطينية، الآن هذه الحكومة تسرع من وتيرة الاستيطان، تسرع من وتيرة التهويد بالنسبة للقدس وتغيير المعالم، ربط المستوطنات ببعضها وضمها إلى الكيان الإسرائيلي، تشويه فكرة الدولة الفلسطينية أن تكون كنتونات معزولة بشكل أو بآخر. وبالتالي الاختلاف هو في الأدوات والآليات، لكن الاستراتيجية واضحة وهي وثابتة تقريبا، وهي أننا بصدد مرحلة تصفية الصراع وتصفية القضية الفلسطينية من دون تسوية عادلة. لكن هذه الحكومة المتطرفة ربما أكثر جرأة، كما كان يفعل إيريل شارون على سبيل المثال والحكومات المتطرفة، اختلاف في الآليات والأدوات. لبيد ربما كان خطابه باعتباره أنه رجل إعلام قبل أن يكون عسكري، كان إعلاميا، وربما تبنى خطابا أقرب إلى الاعتدال ولو ظاهريا. لكن الآن أنت تتعامل مع نتنياهو الهارب من محاكمات بالفساد، المتحالف مع اليمين المتطرف الديني، وبالتالي الأدوات أكثر يعني عجرفة، أكثر يعني فجاجة، وهي أننا بصدد التصفية. صحيح. وفصل المسارات بأنه التطبيع مختلف عن التسوية، عن فكرة تسوية أو مفاوضات. نقطة بالغة الأهمية مطرحها الأستاذ بشير عبد الفتاح، وهو أن احنا في إطار تصفية القضية الفلسطينية بعد ما كان اختلاقها وافتعالها بالاحتلال، ثم إدارتها في العلاقة بين إسرائيل والدول العربية المحيطة والمواجهة، احنا دلوقتي وصلت تصفية للقضية الفلسطينية. يؤسفني، وأنا بشكر الأستاذ بشير عبد الفتاح، يؤسفني أن أنا أقول أن هذه التصفية في طريقها إلى نجاح
كبير وفادح في إطار عجز عربي متراكم ومستمر ومستملح ومستمرأ، ويبدو أننا فعلا بنسلم فلسطين كقضية إلى أعتى المتطرفين إرهابا في إسرائيل علشان يصفوها أو يصفوا ما تبقى منها. خليني أروح من